تعالى معايا اعلمك تمارين بأسك المفضله تعملها كل يوم لمده 10 دقايق هتخليك لاعب جامد قوي وتعلي السبرنت بتاعك. اول حاجه انت لعيب كوره لو معكش أسلك مقاومه لازم تجيب واحد ويكون معاك تشتغل بيه كل يوم الصبح. لو عايز تعرف السعر هو بيبقى في حدود 50 جنيه. اول مجموعه تشتغلها وهي مهمه جدا للسرعه وبتعلي السبرنت بتاعك في المسافات القصيره. تاني مجموعه معانا وهي الحركه الجانبيه، بشتغل برجل واحده وثبت الثانيه الرجل مره داخلي ومره خارجي، دي بتزود المرونه عندك في عضله الفخذ. دي المجموعه الثالثه واخر مجموعه وبيسموها الاكسبلوسيف باور. المجموعه دي بتساعد على تحسين الطاقه الانفجاريه اللي عندك لما تيجي تضرب سبرنت وتطلع جامب اللي هي اقصى طاقه عندك. تعالى معايا اعلمك اشهر 3 مهارات ممكن تتعلمهم في البيت وكل اسبوع. اول مهاره وهي السيزر ومشهوره جدا، ما ينفعش تبقى لعيب كره وما تعرفش تعملها صح. ده غلط اوعى تعمله في مهاره السيزر، هو انك بتلف رجلك حوالين الكره من فوق وده غلط. اول خطوه في المهاره انك بتلف رجلك حوالين الكره من قدام بحيث ان الخصم في لحظه كده ما يشوفش الكره. تاني خطوه تخلي رجلك العكسيه لتاخد الكره مش نفس الرجل، ما ينفعش اعمل السيزر في اتجاه واروح نفس الاتجاه. تاني مهاره مهاره التعبان، اللي يعرف مين اكتر لعيب كان بيستخدمها يكتب لي في الكومنتات. المهاره دي بتفاجئ اي خصم قدامك. اول خطوه في المهاره انك بوش خليك كده بتزق الكوره زقه صغيره خالص، بعد كده ببطن رجلك من قدام تلمس الكوره بحيث تغير اتجاه الكوره مره واحده. طبعا المهاره دي بتحتاج سرعه ودقه. تالت مهاره هي مهاره الدبل تاتش، مهاره سهله جدا وفعاله. اول خطوه ببطن رجلي بزق الكوره زقه صغيره، بعد كده برجلي العكسيه بزقها لقدام ببطن رجلي برضه. اكتب لي بقى المهاره اللي انت عايز تعلمها في الكومنتات. انا اقول لك على تمارين تعملهم في البيت تخلي الكوره لازقه في رجلك. ازاي تكون مراوغ محترف وبكل سهوله في البيت؟ اول تمرين معانا تمرين السيزر، تعمله لمده 30 ثانيه كل يوم. التمرين ده بيعلي حسك المهاري واحساسك بالكره من غير ما تبص عليها. هنعمله مره باليمين ومره بالشمال 30 ثانيه كل يوم.